كده اقدر اشوف حضرتك ازاي. جيب لي اي حاجه اي حاجه، اغلى حاجه عندك جيبها لي. استنى ساعه حضرتك، ما ينفعش كده يا عم. انا اسف، استغفر الله العظيم يا رب. يا عم تخلي تسيبني كده اتعصب. انا اسف حضرتك فندم، والله ما يكفي الدنيا عليا يا عم. انا اسف بتعمل ايه؟ من قال لك افتحها؟ انا قلت لك افتحها. يعني شايفني يعني معاق ولا ايه؟ في بس في ايه؟ تنساني يا عم. هو ما يقدرش عايز يفتحها ازاي يفتحها؟ اللي يفتحها بيفتحها لك بيساعدك يعني. هو معاك حضرتك؟ اه معايا. بتتكلم معاك ليه اصلا؟ بتدافع ليه يعني؟ انت مالك انت يا عم راجل محترم، بتتكلم معاك ليه؟ يا عم انا شايفه بيعمل حاجه يعني. يا عم بتعملها جديد انت عليها، ما تفتحوش حاجه بعد كده. افتحها انت يا عم، افتحها انت بعد كده يا عم. ما هو انت مالك بتدافع ليه؟ ايه اللي بدافع ليه يا عم؟ وانت يا عم مش شايف ايه يا عم انت؟ المشكله اللي هيحصل بعد المشكله يعني. يا عم ده يا عم مش لك عليك. تعال كده، تعال بس، انت تعال قوم تعال يا عم. قوم بس تعال. انت هتعمل ايه انت مالك يا عم؟ يا عم انت في ايه بس؟ استنى انت عامل عندي تتكلم يا عم. ولا انت بس بقى بس تعال تتكلم عادي يا عم. انا يا عم انت مش متابع بس تتكلم يا عم. فين انت بتتكلم ايه؟ انت مالك يا عم؟ انت جاي مصر يا عم؟ ما حدش جاي في احسن حته في مصر يا عم. يا عم بس ولا ايه؟ عشان انت شايف نفسك. اه شايف نفسك انت هنا في مصر يا عم. تحترم احنا زي شايلينك ونرجع تحترمك. تحترم من مكانك. الحاج هجيب له بعد كده اللي تعرف تجيبه تعالى يا عم. يا عم يا عم تعالى بعد اذنك بس. والله تعالى بس تعالى بس يا عم. انا حالي شايف احسن يا عم. سيب شغلك وانا شغال في احسن حته يا عم. والله العظيم محترم المحل ما عنديش شغل. وانت وركات تحترم المكان اللي انت قاعد فيه. عندي شغل تاني يا عم. يا عم شغل تاني شغال في احسن حته في مصر. اللي تعرف تعمله اعمله. اللي تعرف تعمله اعمله. تعالى بس كده. اللي تعرف تعمله اعمله. انت عاوز ايه؟ يا عم شكرا خلاص يا عم. شكرا يا عم. اتكلم مع ناسك كمان. وانا عملت ايه؟ يعني عملت ايه؟ حضرتك قاعد هنا ليه؟ مكانك؟ بشرب عصير. يعني ايه بتشرب عصير؟ وانا عملت حاجة؟ يعني وانا عملت حاجة؟ يعني اخدت قلبك؟ طب ماشي خده بقى وامشي بقى. لا عايز اشربه هنا. وانا مش عايزك تقعد هنا؟ وانت هناك وانا هنا. طب يعني اديلك صحيح؟ انا بعيد عليك. صاحب المكان؟ ما تقدريش بقى. انا هو صاحب المكان. من هنا اقوم على فين؟ بقول لك انا صاحب المكان. نعم بقول لك انا صاحب المكان. طيب ماشي قوم بقى من هنا. خلاص امشي انا بقى. حلو مسكر بجد والله. والله مسكر. ماشي قوم بقى. مش هقوم. ما هي الاشكال اللي زيك اصلا لازم يتقفل لها المحل بتاعها. ما تقدريش بقى. تعالي تعالي يا اختي تعالي، احنا بنصور مقلب. تعالي تعالي بنصور مقلب. كاميرا هنا وكاميرا هناك. ومتشكرين على ذوقك. حب تدعي معنا؟ اوكي شكرا لك وبارك الله فيك. لا عادي يا اختي ولا يهمك. حاجه تفضل يا فندم. جيب لي اغلى حاجه عندك. اغلى حاجه عندي؟ حاضر يا فندم. ممكن ريد بول مثلا؟ اغلى حاجه عندي. ماشي جيب لي واحده ريد بول. ريد بول حاجه بالثلج. بالثلج حاجة تانية؟ أشرب دي وبعدين أشوف طلب تاني. متشكرين. إيه؟ أنت تأخرت لي كده. آسف والله يا فندم. آسف إيه يا عم؟ والله آسف يا فندم. يعني أستنى ساعة علشان تجيب لي حاجة أشرب؟ أنا آسف أنا آسف. برضه إيه ده؟ أنا آسف أجيب لحضرتك مدير حالا والله. أنا آسف مش قصدي والله. تعال هنا أنا حنادي لك المدير. لا يا فندم والله. المدير بتاع القهوة فين؟ طب مين اللي مشغلك هنا؟ آسف والله. آسف إيه يا عم؟ آسف إيه يا عم؟ والله تتأسف يعني تصب عليا الميه وشفتي عامل معايا ايه؟ يعني انا شايفه ازاي البنطلون ده؟ حضرتك والله يعني نشفه ايه يلا؟ ابعد عليا. انت اتعلمت فين العمل ده فين؟ تحت امرك يا فندم.
وانت تعلمت فين يعني؟ انت رحت المدرسة على انت علاش انت تدرس المهنة دي؟ رحت رد غصب عني والله. غصبا عني مالك؟ انت مالك؟ انت مالك؟ انت مالك؟ انت شفتي عامل فيها ايه؟ خلاص في ايه يا حبيبي؟ وبنطلونك ماله يعني؟ البنطلون بوظ لي البنطلون، رايح للشغل ازاي؟ اروح للشغل كده ينفع يعني؟ ما ينفعش كده. ممكن حضرتك خلاص بعد اذن حضرتك واعتذر لك. انا هربيك وانت مالك؟ ايه دخلتك انت؟ طب انا بتكلم معاك باحترام، تكون انسان محترم تتكلم معايا بنفس الاحترام، انا مش جاي اضربك. دي غلطه اي حد ممكن يعملها ان حد يوقع ميه، انا اسف. اسف ايه يا عمي؟ للاسف بيوك العيش يعني. زي نفس الغلطه كده ان حضرتك معلستك في مكان عام، وده برده غلط بالنسبه للمكان اللي انت عارف فيه، انت بتعلمه نظام الشغل، فدي حاجه كمان. لا هو المفروض يتعلم. كلنا بنغلط، انت ممكن تكون يا عمي بس بقى عصبتوني الاثنين. طب اقول لك على حاجه؟ تقول ايه؟ لا قول بعد اذنك، بعد اذنك قول. احنا نروح للمدير. روح مدير ايه؟ مدير ايه؟ مدير ايه؟ مدير ايه؟ انا بجيب لك اللي يربيه. جيب المدير، جيب اللي انت عايزه، جيب اللي انت عايزه، يلا جيب اللي انت عايزه. خليك تجيب المدير. انا اسف، انا اسف، انا بعتذر لك وانا همشي من المكان ده. انا اسف. لا ما تمشيش يا عم. انا اسف، انا همشي. تعالي انا همشي. ما تكلمش حد. هو نفسه يمشي. ما تكلمش حد اختي. خلاص. ما تكلمش حد. ليه اكلم؟ انت انسان مش محترم. شكرا شكرا انك شاركتي معنا في كاميرا خفيه. والكاميرا واحدة هنا والتانية هنا. أسفينا وشكرا. ممكن تدعي معانا المشهد ده؟ شكرا أختي، بارك الله فيك.